السلام عليكم، مرحبا بكم عندي من جديد في قناة سويت شامي كيك ديكوراسيون. نتمنى تكونوا مزيانين وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. واليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحدة الحليوة اللي هي العقيقة. وكما كتشوفوا هاد سلسلة الصور اللي شاركتها معكم غادي نخليها لكم في صندوق الوصف إذا كان كيهمكم الأمر، أو باش تشوفوا يعني أفكار كتر إلى بغيتو. وهذه هي الحلوى اللي غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله. هي حلوى كيف ما كتشوفوا يعني سهله، بين سهله وما كتكلفش بزاف، ويعني المنظر ديالها كيجي مزيون وراقي. والحشوه عملتها غير بجوج مكونات فقط، وجات واحد الحشوه غزاله ولذيذه بزاف. وحتى الديكور ما بغيتش نصعب عليكم بزاف، يعني عملت لكم الديكور يعني غير خفيف. دابا بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. بالنسبه للمقادير كيف ما قلت لكم، هما هادو المقادير ديال الحشوه اللي غادي نحتاجو. هو غادي نستعمل هاد البسكوي هذا كيف ما كتشوفوا. هاد البسكوي هذا حنا في الشمال كنعيطو له كيكس دلادو، وكل واحد يعني كيفاش كيسميها. متوفر في جميع المحلات، انا شريته من ميركادونا، ماشي مهم الماركه، يعني استعملوا اي واحد. وغادي نجبعو بالحليب مركز محلى، ولكن يعني مطيب، يعني نسلي كراميل. وغنحتاجو شوكولاتة بيض او شوكولاتة بيضاء كيف ما كتشوفوا. انا كيعجبني هاد الشوكولاتة هذا ميركادونا. وبالنسبه للقوالب، هاد القالب هذا يعني فيه جوج، فيه الكبير وفيه الصغير. ثم غتستعملوا يعني اي واحد متوفر عندكم. انا دابا غادي نستعمل غير هاد الصغير هذا، وهاد الكبير هذا نخليها عاود مره اخرى ونوري لكم عاود شي زواق جديد، ولا يعني شي فكره عاود جديده به. وغنجوزو دابا الطريقه يعني سهله بزاف. غادي نقبض هاد الكيكس هذا، كنت غادي نحتاج يعني غير النص ديالو، ولكن دابا غادي نعملو كامل. غادي نطحنو في طحانه كهربائيه، يعني حتى يرجع على شكل بودره، يعني يتطحن مزيان، طحنوه مزيان. وغادي نخلطوه بالحليب مركز محلى او كراميل، نسلي كراميل. بالنسبه لنسلي يعني غتزيدو على حساب القوام اللي بغيتو. بالنسبه لهاد الحشوه هذه، اذا خليتوها منزله فهي كديبس وكترجع فحال الاول، يعني فحال ما عملتو لا شي نسلي. اذا وقع معكم هذا الشيء هذا، فغادي تزيدو عاود تعملوا لا نسلي وتجمعوها بها وصافي. بالنسبه للشوكولاته ابيض، فانا ذوبته في حمام مائي او حمام مريم كيف ما كتشوفوا. ومباشره غادي نبدا نملا القوالب ديالي، وغادي نحاول نطلع هاد الشوكولا هذا يعني بديك الشيطه. غادي نبدا نحاول يعني نملا هذاك الحواف او الحواشي يعني د القالب. ملي نساليهم كاملين، غادي نحشي القالب ديالي في المبرد، غير في المبرد يعني ماشي المجمد. غنخليهم يعني حتى يبردوا معانا، وغنعاود نخرجهم ونعود لهم يعني نعود لهم اليد الثاني، او نعود لهم يعني طبقه اخرى، الطبقه الثانيه، باش ما يبقاش يبان معانا ملي نعملوا الحشوه، ما تبقاش تبان معانا الحشوه. ملي تعمروا القالب ديالكم بالحشوه كيف ما كتشوفوا، يعني كنحاول نضغط عليها وكنخلي واحد الشويه باش غادي نعاودوا نعملوا الشوكولاته من فوق. يعني ما تعمروش الحشوه بزاف كيف ما كتشوفوا، يعني خليتها هابطه شويه باش يبقى لي المكان فين نملا به الشوكولاته. كيف ما تشوفوا يعني كنحاول نملا الفراغات اللي عندنا في السطح ديال الحلوى.
باش يبقى لنا يعني الحشوة تبقى لنا مغطية، وملي نكمل غادي نضربوه على هذا الشكل هذا باش كيتساوى يعني السطح ديالو. من بعد ما كملت الحلوى حشيتها في المبرد، ودابا غادي نجوز معكم التزيين. بالنسبة للتزيين فغادي نستعمل انا هاد المول هذا كيف ما كتشوفوا، هذا كيصلح للطرطات، وانا فكرت انني هادوك يعني المونيكوس اللي كاينين تما يعني نقطعهم باش يعني نستغل انني نحتاجهم بوحديتهم، وممكن نحتاجهم حتى اذا كملصقين. بالنسبه اللي بغى يعرفني منين شريت هذا المول، شريته من المغرب. انا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف المحل اللي شريته من عنده، واللي ما متوفرش عنده غادي يستعمل هاد المولات هادو السيليكون، يعني متوفرين في كل موطع هادو في المغرب، في يعني في كل موطع انا شريتهم كنت من الي اكسبريس. ولا اذا عندكم هاد الوريدات عاود ممكن تزينوا بيهم. انا غنزين بهاد الوريدات هادو، كيعجبوني لان كيخرجوا لي بزاف د الورود، وكنقطعهم وكان يعني كنستغل الفرصه انني يكون عندي بزاف د الورد بدقه واحده. اولا ممكن تستعملوا يعني هاد الويسوس هادو، وكاين هاد المول هذا عاود حتى هو يعني اللي مسفر عنده ممكن يستعملوه. هذا الاغلبيه كيستعملوه في الطرطات وفي بوب سيكل، او تعملوا يعني التويجات. مهم يعني اي حاجه عندكم ممكن تستعملوها، او هاد المول هذا للبيبيس. هادو الاغلبيه شريتهم من الي اكسبريس، ويعني هذاك الجوج اللي كنت شريتهم من المغرب كنت شاركتهم معكم في مشتريات ديالي من المغرب، كما قلت لكم غنخليها لكم في صندوق الوصف باش تعرفوا المحل اللي شريتهم من عنده. تقريبا متوفرين عنده هاد الشكالات هادو كاملين. بالنسبه للناس اللي في المغرب يعني تبارك الله المحلات اللي كيبيعوا هاد الماتريال هذا الحلويات يعني كتجبر الاغلبيه عندهم هاد الشيء هذا كامل، يعني بداو كيجيبوه. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نملؤوا هاد المولد السيليكون بالنسبه للناس المبتدئين اللي ما كيعرفوش. فانا غادي نوري لكم، تبعوا معايا. اول حاجه يعني كان مولد السيليكون ضروري ما تعملوا فيه واحد شويه يعني سكر كلاصي باش او سكر بودره باش ما كيلصق لكمش العجينه ديالكم. غادي نحاولوا نطلقوها على هذا الشكل هذا، وغادي نبداو نضغطوا عليها مزيان باش تاخد الشكل اللي كاين عندنا في المول. وباش تبقى لكم مفينيه مزيان، يا اما غادي تقبطوا واحد الموس او السكين وتقوزوا هيدا من فوق باش كيزول لكم الزوائد كاملين، اولا غادي تبقاو تدخلوا العجينه على هذا الشكل هذا حتى يعني ما تشوفوش العجينه خارجه على الزواقه. دائما خص العجينه تبقى من داخل كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا.
كيف ما تشوفوا هذا المول هذا يعني عجبني بزاف، يعني كيخرج لك بزاف د السواقات في دقة واحدة او في آن واحد، يعني كيسهل بزاف د الوقت. دابا هي الحلوة ديالي من بعد ما خرجتها من المبرد، دائما نحاولوا نخرجوها بلا ما نحاديو فيها، يعني نحاولوا نخرجوها من القالب، وكيف ما كتشوفوا غادي نحاديها غير من الاسفل ديالها، لان ملي كتكون سخانه كيبدا يدوب معانا الشوكولاط. اذا من الاحسن نخرجوها على هذا الشكل هذا. دابا غادي نقوزو باش نعملو الزواق. كيف ما كتشوفوا بعد الحلوه بقى لي الحشوه كتظهر، هادو كنت نسيتهم ما عاودتلهمش يعني الشوكولاط مره ثانيه. وكيف ما كتشوفوا دابا بالنسبه للوريدات فكنمسحهم بالشيطه على حساب كيكون فيهم ديك السكر كلاص اللي كنا عملنا، فكان غير كنشيطوهم هيدا كيزول ديك السكر. اذا مازال شي معاكم فزقوا الشيطه ديالكم غير بواحد شويه د الماء، وبداو تقوزوا على ديك الورود غادي يزول لكم لهذا السكر. وكيف ما كتشوفوا يعني انا كنلصقهم هيدا لان عندي العجينه باقا طريه غادي تلصق لي دغيا. وانتوما اذا خفتوا يعني يزول لكم هاد يعني هاد الزواق هذا، ومن الاحسن يعني لصقوها بالشوكولاته ابيض. بالنسبه شحال الواحد داس كتخرج هاد الحلوه هذه، فانا خرجت لي هذيك الحشوه اللي استعملت معاكم خرجت لي يعني كتخرج بين 25 و 26 وحده. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف ما تشوفوا، يعني الشكل ديالهم كيجي مزيان وراقي ومنظور. كيف ما كتعرفوا هاد الحلوه دابا رجعت يعني على الموضه، في البوفيات كاملين كتعمل هاد الحلوه هذه. وبالنسبه للسلسله اللي شفتوا هاد التصاور في الاول ديال الفيديو فهي كامله غادي نخليها لكم في صندوق الوصف باش تشوفوا افكار اكثر اللي تقدروا تحضروا بها يعني العقيقه ديالكم او بيبي شوير او اي حفله كانت عندكم. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى اللايكات ديالكم والكومنتاريوز ديالكم اللي كيشجعوني اكثر، ونخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.